السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم نجيمات برقديت والقمة ديالو، كيجي لذيذ وكيجي شي حاجة اللي هي زوينة بزاف. كنحتاجو كمية من القديت مقطع طريفات، حاسنا شوية ديال البصلة مقطعة، قزبر معدنوس، عندي هنايا فلفله حمراء اللي سبقت لي واحد الدرس، وغادي ننزل لكم فيديو ديالها كيفاش تحضروها. كنعوضوا بها التحميره الصناعيه، هذه تحميره مصوبه في الدار. هذا مطيشه ديال الحك، عندي الثومه القليل من الملح لان القديد فيه الملح، والتوابل ما كنكثروهمش، شويه ديال خرقوم عواد وشويه ديال الابزار التوابل، حيت اصلا القديد هو كنديروا فيه بزاف ديال التوابل اللي كيكون تشرمل فيها ديجا، وطبيعة الحال زيت الزيتون. اذا كان نشرعوا على بركه الله، يعني نبداو هاد التحضير. اذا في طنجره ديال الضغط غادي نديرو البصله، نضيفو القديد، ثم هاد التوابل كلها هي، يعني كلشي كنديروه في خطره واحده وكنسدو عليه. بعد ما كنديروا قياس ديال الماء وشويه ديال زيت الزيتون، يعني جهد شي نص كاس صغير، ان القديد ملي يدن ما كنحتاجوش بزاف ديال الزيت. وتنحب بطبيعة الحال كعندي كمية ديال النجيمات، غادي نوريهم لكم دابا. يعني من بعد ما يتقلى هاد الشي كنضيفو كمية من الماء، كنسدو عليه وتخلوه يطيب. كنسدو عليه وكنخليوه يطيب تقريبا واحد نصف ساعة، ونمشيو باش نحضرو النجيمة ديالنا نسلقوهم. هنا ناخدو إناء آخر كنديرو فيه الماء، شويه ديال الملح، وكنخليوه يغلى باش نعمل فيه النجيمات ديالنا، وكنديروا فيه حتى شويه ديال الزيت، نسمو زيتون مقيطه بركه، ونخليوه يغلى. النجيمات هما هادو، يعني هو واحد النوع ديال كما كتشوفوا نوع من المعجنات، كيجي بحال هكا، قرب لكم الصوره ديالو، موجود يعني كيجي خفيف بالنسبه لوجبه العشاء، واخف من لي بات، وكيجي هائل ولذيذ في نفس الوقت. هو من بعد غادي مي تسلق لينا هذا الماء غنرميو فيه هذا الشيء تسلق، وغادي نشوفوا الطبق النهائي. هو المرق ديالنا كيفاش كيجي، ها هو من بعد ما طاب ونعاود نشوفو
هما النجيمات ديالنا دابا صافي، كيبقى لينا غير نقدموهم. ناخذ شويه من المرق وغادي نخلطوه بالنجيمات، ومن بعد غنوضعوا اللحم الفوق، وانتم غادي تشوفوا كيفاش كيجي، ولكن عجيب في المذاق، جربوه وحكموا. خليكم دابا مع التقديم النهائي كيفاش كيجي الطبق. هكا كتجي هاد الطبق بالصحة والراحة. كنتمنى تجربوه وتذوقوه، واللي عجباتو هاد الوصفة يتشارك معايا في لاشين ديالي باش يشوف دائما الجديد لا في الطبخ المغربي ولا في الطبخ العالمي.